بعد ياسين براهيمي الذي يقترب أكثر فأكثر من نادي بورتو البرتغالي، ونفس الشيء بالنسبة لزميله الحارس رايس وهاب ملحي، يبدو أن لاعبا آخرا من المنتخب الجزائري قد يشد الرحال إلى ناد أوروبي كبير. ذكرت صحيفة كورير ديلو سبورتس الإيطالية أن المدرب البرتغالي جوزي مورينيو يريد جناح نابولي فوز أولام في فريقه تشيلسي الموسم المقبل، وذلك بعدما تابعه بشكل جيد في مونديال البرازيل ووقف على إمكانياته الباهرة وقوته البدنية. وبعد كل من جوفنتوس في إيطاليا وناديي توتنهام ومانشستر سيتي، ها هو عملاق إنجليزي آخر يتهافت على نجم من نجوم الخضر، وفي انتظار الملموس من سبيشال وان الذي غالبا ما يضيع لاعبا يريد ضمه. قضية للمتابعة.